أهلا بكم. جبهة عسكرية جديدة تفتحها المعارضة المسلحة في سوريا. ريف اللاذقية بات جبهة انضمت إلى غيرها في أربع الاتجاهات الجغرافية السورية. الإعلان عن مواجهات في ريف اللاذقية ترافق مع الإعلان عن مقتل قائد لواء التوحيد. أما في المشهد السياسي فقد جدد الرئيس الأسد القول إن مواجهة الإرهاب والقضاء عليه هو المخرج من الأزمة السورية. وإلى حمص كانت اليوم زيارة لوزير الدفاع السوري، حيث تفقد حي الخالدية الذي استعاده الجيش بعدما كان معقلا مركزيا للمعارضة المسلحة. التطورات السورية ستكون المحور الأول في التغطية الخاصة، فيما نتابع في القسم العراقي خلفيات الاستنفار الأمني وأبعاده الذي أعلنته السلطات لمواجهة التهديدات الإرهابية. وقبل الدخول في تفاصيل النشرة السورية العراقية ننتقل إلى غرفة الأخبار مع موجز لأهم وآخر الأنباء والزميلة وفاء سرايا. إليك وفاء. شكرا علا، أهلا بكم. في لبنان وفي تطور أمني يحمل الكثير من الدلالات والمخاطر الأمنية، قتل شخص مصري الجنسية وجرح اثنان أحدهما سوري خلال تجهيزهم عبوة في منزلهم بداري بإقليم الخروب جنوب بيروت. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود عدد من العبوات التي تم تحضيرها في المنزل، إضافة إلى خرائط لأماكن كان من المفترض أن تستهدف بالعبوات، بينها عدد من المناطق على الطريق الساحلية التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب ومداخل الضاحية الجنوبية. قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان التركي المتقاعد ألكر باشبوج بتهمة إطاحة حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وعلى وقع احتجاجات من أنصار المتهم أصدر القضاء أيضا أحكاما على ثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و35 عاما. كما برأت المحكمة 21 متهما من بين 275 متهما في القضية. نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس محكمة الثورة في محافظة كرمان أن جهاز الأمن في المحافظة تمكن من اعتقال جاسوس عميل للكيان الإسرائيلي وهو يخضع للمحاكمة في الوقت الراهن. رئيس المحكمة أشار إلى إلقاء القبض على الجاسوس لدى محاولته جمع معلومات اقتصادية وجغرافية عن المناجم في محافظة كرمان لإرسالها إلى ضابط الاتصال مع الاستخبارات الصهيونية. يصل عضو لجنة الدفاع والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي جون ماكين ولينسا غراهام إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين. المسؤولان يبحثان مع المسؤولين المصريين تطورات الوضع على الساحة المصرية بطلب من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز الرئيس المخلوع محمد مرسي بعد فشل لقائه بنائب مرشد الإخوان خيرة الشاطر في سجن طرة. أفاد مراسلنا في أفغانستان عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة بانفجار وقع في سوق شعبية مكتظة بولاية قندهار جنوب البلاد. كما نقل مراسلنا عن مصادر باكستانية أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الحكومة الباكستانية والإدارة الأمريكية حول نقل مكتب طالبان من دولة قطر إلى دولة أخرى لم تحدد بعد. الموجز انتهى، وعودة لمتابعة النشرة السورية العراقية مع علا. التطورات الميدانية السورية فتحت جبهة جديدة في اشتباكات وصفت بالأعنف في ريف اللاذقية، اشتباكات ترافقت مع قصف مدفعي وتحليق طائرات. وتحدثت التقارير الأمنية عن عملية انتحارية قبالة سلمى تلتها عمليات عسكرية كبيرة في قرى بارودة وأنباتا ودورين التي يقيم فيها الجيش السوري نقاطا ثابتة. مصادر ميدانية أبلغت الميادين أن قائد لواء التوحيد قحطان حاج محمد قتل خلال الاشتباكات، فيما ذكرت وسائل أعلام سورية أن الجيش تمكن من طرد المسلحين من القرى التي حاولوا الاستيلاء عليها. بينما قالت مواقع تابعة للمعارضة أن المسلحين سيطروا على عدد من المراصد العسكرية. إذن لا تزال الاشتباكات قائمة في ريف اللاذقية الشمالي وتتركز في عدد من القرى، حيث يواصل الجيش السوري استهدافه المسلحين. التفاصيل مع ما يرزق.
أهلا بكم. الهدف خلق توازن رعب بحسب عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض أنس عيروت، أما الوسيلة فهي استهداف الساحل السوري، هي معركة تحرير الساحل بحسب عدد من الفصائل المسلحة المقربة من تنظيم القاعدة. استهداف الساحل السوري ليس بالخطة الجديدة، فبعد فشل المجموعات المسلحة في اختراق أعداد كبيرة من قرى ريف اللاذقية منذ أكثر من عام ونصف، أعلنت فصائل إسلامية عدة بينها جبهة النصرة وأحرار الدولة الإسلامية في العراق وما يسمى صقور العز معركتها لتحرير الساحل عبر شن هجوم متزامن على مراصد عسكرية في منطقة الحفة وجوارها، محاولة التقدم نحو قرى المنطقة. هذه المحاولة مشاهدينا كانت قد فشلت مثيلتها في تموز يوليو الماضي. أما بالعودة إلى المعارك المتقطعة التي تشهدها اللاذقية، فيحدث أعنفها في أستربة، في بارودة، في بلوطة وأبو مكة وبيت الشكوحي. هذه المناطق تقع بمعظمها جنوب منطقة سلمة وقرى الحفة التي تشهد حالات نزوح جماعية جراء استهدافها بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع وعمليات القنص. إشارة إلى أن معظم المناطق التي تقع شمال النقاط الساخنة المذكورة هي تحت سيطرة المسلحين، فيما يسيطر الجيش السوري على المناطق الجنوبية التي نذكر منها الدكالية والقيروان وخربة الباز. لا يعتبر الساحل السوري من البيئات الحاضنة للحركات الأصولية التي تقاتل في صفوف المعارضة، إلا أن وجود المسلحين الإسلاميين وبأعداد متفاوتة بين منطقة وأخرى برره الجيش السوري على اعتبار جبهة الريف الشمالي من أكثر الجبهات احتضانا للمقاتلين الأجانب ولا سيما الخليجيين والليبيين. ختام هذه الجولة على معارك الساحل السوري، والآن عودة إلى متابعة النشرة. وفي ريف حلب أفاد مراسلنا بأن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مطار منج العسكري. مراسل الميادين نقل عن مصدر ميداني تأكيده انسحاب مجموعة من مسلحي دولة الإسلامية في العراق والشام من داخل المطار بعد تكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح. وأضاف المصدر أن المعركة بدأت منذ الصباح بالهجوم من أربعة محاور واستخدام عربة مفخخة استهدفت الباب الغربي للمطار. كما ذكر المرصد أو المصدر أن هناك مجموعة تابعة للدولة الإسلامية في العراق والشام محاصرة في أحد المباني داخل المطار، وأكد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الدولة الإسلامية. وسط هذه الأجواء تفقد وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج اليوم تفقد وحدات للجيش في حي الخالدية بمدينة حمص بعد استعادة السيطرة عليه. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا أن الفريج الذي يشغل كذلك منصب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة اعتبر في تصريح له أن التصدي للإرهابيين في شوارع هذا الحي الضيقة وتطهير الأبنية منهم يعد معجزة عسكرية كبيرة، وأكد الفريج عزم سوريا على الانتصار على هذا الإرهاب المدعوم عالميا. وسوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستنتصر على هذا الإرهاب الجبان المدعوم عالميا. و لو عرفنا أن هناك أكثر من 80 دولة الحقيقة تصدر لنا الإرهاب لسوريا، فما تعرض ولن يتعرض أي بلد في العالم لما تعرضت له سوريا من هجوم إرهابي عالمي يستهدف القطر السوري المقاوم الصامد وقواته المسلحة من أجل أن ينفذ المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة العربية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن لا أحد قادر على إنهاء الأزمة في سوريا إلا السوريين أنفسهم. وفي كلمة له أثناء إفطار للفعاليات السورية في دمشق قال الأسد إن الشعب وحده قادر على إنهاء الأزمة مهما كان قدر الدعم الخارجي. لا أحد آخر قادر على إنهاء الأزمة إلا أبناء هذا الوطن بأنفسهم وبأيديهم. صحيح أن العوامل الخارجية قوية ومؤثرة وكلنا الآن نعرف هذه الحقيقة، ولكن دور الخارج مهما اشتد هو دور مساعد أو معرقل، يسرع الحل أو يطيل بأمد الأزمة.
الأسد انتقد المعارضة التي وصفها بالمرتهنة للخارج. وحول المشاركة في مؤتمر جنيف 2 قال الأسد إن بعض المعارضين المدعوين للمؤتمر لا يمثلون الشعب ولا حتى أنفسهم، بل الدول التي تمولهم وتدعمهم. قلنا سنذهب إلى جنيف مع أننا نعرف بأننا من سنفاوضهم يقال بأن شخص لا يمثل الشعب، لا يمثل سوى نفسه. هؤلاء لا يمثلون حتى أنفسهم، يمثلون الدول التي تمول والتي أوجدتهم والتي تقول لهم ماذا يقولون وماذا يفعلون وماذا لا يقولون وماذا لا يفعلون. مع ذلك قلنا سنذهب وسنحاور. الأسد أعلن أن تجاوب النظام مع المبادرات التي طرحت لحل الأزمة أصاب بعض الدول وتحديدا العربية منها بالهستيريا، وانتقد الدول التي وصفها بالوهابية وذات النظام الإخواني التي تدعم التطرف والإرهاب. الأسد أكد أنه من خلال الحرب الشعبية وحدها يمكن للجيش السوري الانتصار في حرب العصابات. كلما استجبنا لمبادرة أو لطرح كانوا يصابون بالإحباط، والبعض منهم يصاب بالهستيريا، خاصة بعض الدول العربية المعروفة. فإذا المعطيات كانت معاكسة تماما، ومع الوقت هذه المبادرات والتعامل السوري معها أدى لفضح تلك الدول ومسؤوليها، وسقطت الأقنعة بشكل كامل، وظهر بأن من كان يقول بأن الدولة السورية تبنت الحل الأمني هو من تبنى المسار الإرهابي من أجل تدمير سوريا فقط. ولا أعتقد بأن هناك إنسان عاقل يعتقد بأن الإرهاب يعالج بالسياسة. هناك أساليب كثيرة، أما بعد أن يظهر الإرهاب ويبدأ بالتخريب والقتل والتدمير وينتشر، فلا حل مع الإرهاب سوى أن يضرب بيد من حديد. يواجه المجتمع الكردي في بعض المدن السورية تحديات على المستويين الأمني والاجتماعي، تحديات دفعت حزب العمال الكردستاني في مختلف الدول لإعلان ما يشبه النفير العام لدعم إخوانهم في سوريا. على الشباب الكرد في إقليم كردستان أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إخوانهم الكرد في سوريا. هذه كانت دعوة من حزب الحياة الحرة الكردستاني لإرسال مقاتليه للدفاع عن المكتسبات المستحقة على حد تعبيرهم، ونتيجة تزايد المعارك مع كتائب أصولية معارضة برزت رغبة من شباب المناطق الكردية وشاباتهم بالانضمام إلى وحدات الحماية الشعبية للدفاع عن الشعب الكردي في سوريا. وبرأي الناطق الرسمي لحزب الاتحاد الديمقراطي فإن ما يحصل من استقدام عناصر إسلامية والجيش الحر يشير إلى وجود نوايا مبيتة لدى تلك الأطراف للقضاء على النموذج الكردي للحكم الذاتي في سوريا. ومع استمرار المعارك بين مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري من جهة وجبهة النصرة وتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية من جهة أخرى، برز على السطح الحديث عن سعي حكومة إقليم كردستان والفعاليات الشعبية والمهنية استرجاع عدد من الشباب الكردي الذين التحقوا بصفوف جبهة النصرة في سوريا، حيث سجل انشقاق مجموعة كردية عن صفوف الجبهة بعد دعوة اتحاد علماء مسلمي كردستان الشباب إلى عدم الانخداع بالدعوات المشبوهة للقتال إلى جانب جبهة النصرة. وفي ظل الصراع الدائر وبحسب المراقبين فإن الأكراد في سوريا يحاولون حماية مناطقهم من الهجمات التي يواجهونها من قبل المجموعات السلفية المسلحة، إضافة إلى خوفهم من التطهير العرقي بحقهم. ومن عفرين ينضم إلينا الناشط السياسي الكردي السيد حسن بران. سيد حسن، بداية يعني لو تضعنا في أجواء المعارك والاشتباكات المستمرة بين الأكراد وجبهة النصرة. بداية أختي الكريمة، وده طبعا هناك عدة نقاط تشتعل فيها المعارك ابتداء من سيربسيفي وسريكانية وقرى عديدة في غرب وجنوب مدينة كوباني، بالإضافة إلى مجموعة من المناطق الأخرى في ريف حلب الشرقي طبعا، وكما تعلمون تل عران وتل حاصل هما أكثر النقاط اشتعالا حاليا والتي تتعرض
إلى مزيد من الانتهاكات بالنسبة لحقوق الإنسان والمزيد من المجازر. طبعا ضحايا الجماعات المسلحة عديدة، يقتل طبعا هنا حصيلة اليوم وهي حصيلة أولية في عدة مناطق بجنوب كوباني، تم قتل العشرات من المتطرفين وتم أخذ سياراتهم المزودة بالأسلحة، وكذلك تم تحرير عدة قرى من سيطرتهم، كانوا طبعا في الأيام القليلة الماضية سيطر عليها، لكن وحدات حماية الشعب قامت باسترجاعها وتطهيرهم منها. طيب سيد حسن، اليوم بث على مواقع الانترنت فيديو أو يقال أنه جبهة النصرة أحرقت فيه 3 من الأكراد. بداية، هل رأيت هذا الشريط؟ هل تم التأكد من الأشخاص الذين تم حرقهم؟ هل هم فعلا أكراد؟ هل يعرف من هم؟ بالناحية طبعا بالنسبة إلي شخصيا شاهدت هذا الشريط، لكن لا أحد من وكالات الأنباء الكردية أكد هوية الأشخاص الذين تعرضوا لهذه المجازر. لكن عموما سيدتي الكريمة، هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها الأكراد إلى مثل هذه المجازر. تماما عندما بدأ جبهة النصرة أو بما يسمى بدولة الإسلام بالدخول إلى قريتي العرن وتلحاصل، تعدوا على المساجد إلى هناك وقطعوا صلاة المغرب هناك ونادوا بالجامع كل من يحمل السلاح نساؤهم سبايا لنا، فهذا الشعار نادوه بالمسجد. طبعا بهذا النداء الواضح والفاجر الذي يتعدى الإنسانية ويتعدى الأخلاق ويبتعد عن الدين، ماذا نسترجي وماذا نتوقع من هذه الجماعات؟ بالإضافة تمت انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من طبعا بالأيام الأخيرة، بالأيام الخمسة أو الأربعة الأخيرة تم مقتل أكثر من 70 مدني، بينهم أكثرهم أطفال ونساء. طبعا السبب الرئيسي الذي قتل هؤلاء الأطفال كان الدافع وراءهم إجبار الشباب والرجال على الاستسلام لهم وفتح بيوتهم وحاراتهم لجبهة النصرة، لكن الذي رفض والذي رحل الذي رفض انتهكت أعراضه ودمرت منازله واحترقت ممتلكاته وتم سبي النساء وممارسات جدا يعني تقر لها الأبدان، تقشعر لها الأبدان، لا أستطيع وصفها. لكن هناك المزيد من المجازر طبعا في الناهيك عن هذا الفيديو الذي ظهر اليوم الذي يظهر بشاعة وفظاعة ما يتعرض له الكرد في تلك المناطق عموما. طيب سيد حسن، يعني إذا ما أردنا التحدث عن الردود الفعل الشعبية في ظل هذه الفيديوهات التي تظهر وغيرها أيضا من المجازر، كيف تكون؟ كيف عادة تكون هذه ردود الفعل خاصة اليوم بعد هذا الفيديو؟ طبعا ردود الفعل تتلخص في النفير العام عموما الذي أعلنه وحدات حماية الشعب قبل 3 أو 4 أو قبل أسبوع. طبعا هناك التحاق المزيد من الشبان إلى صفوف وحدات حماية الشعب، وهناك حركة نزوح شبابية جدا رائعة وتنضم إلى وحدات حماية الشعب. طبعا المعروف للجميع أن هكذا أعمال إجرامية وهكذا ممارسات لا يمكن الرد عليها بالكلام فقط، لكن وحدات حماية الشعب وجميع أطياف الشعب الكردي يستعد لها بالقتال ثم بالقتال، وأعتقد أن هذا هو الحق المشروع لكل كردي أو لكل أقلية تتعرض للانتهاكات بهذه من قبل هذه الجماعات. وبالمناسبة أيضا اليوم عقدت مجالس المحلية في العديد من المناطق الكردية في عفرين وفي مناطق أخرى، مجالسها واجتماعاتها نددت فيها هذه الجرائم ودعت أطراف الشعب الكردي إلى التكاتف يدا بيد، لأن ما يتعرض له الكرد ليس مجرد صدفة، لكن هم أرادوا أن هل من إجراءات اتخذت لحماية المناطق الكردية؟ طبعا المناطق الكردية جميعها محمية الآن، لكن الذي حصل في تل عرن هو ضعف استراتيجي أو تخطيطي من أهالي القرية والسكان، لكن باقي المناطق الكردية جميعها محصنة ويتواجد فيها عدد كبير من شبان الأكراد المسلحين بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. طيب ماذا عن المناطق الكردية سيد حسن في حلب؟ أختي الكريمة، المناطق الكردية في حلب تتعرض لاشتباكات متقطعة. هناك الريف الشرقي لحلب الذي يسكنه حوالي 40 ألف كردي، طبعا موزع
في تل عران وتل حاصل ومناطق أخرى منها منبج يتوزع فيها الأكراد. جميع هذه المناطق محمية بشكل خلينا نقول 90% بهذه المناطق. أما المناطق التي يتواجد فيها وحدات حماية الشعب بكثافة تتعرض لقذائف الهاون تارة وفي اشتباكات تارة أخرى، طبعا تهدف هذه الاشتباكات إلى الدخول الأحياء الكردية والسيطرة عليها ونهك أعراض وممتلكات وسرقة كل ما يعود ملكيته للأكراد. ووحدات حماية الشعب جاهزة وتستعد دائما على هوبة الاستعداد لرد مثل هذه الهجمات. طبعا تحدث بين الحين والآخر بعض الهجمات وبعض محاولات اقتحام الأحياء الكردية مثل حي الشيخ مقصود الغربي طيب. والشرقي، لكن هناك هذه المحاولات ضعيفة وهشة. طيب سيد حسن باران، يعني إذا ما أردنا نعرف عسكريا، هل أنه المسلحين الأكراد اليوم هم فعلا يسيطرون على النسبة الأكبر من الأراضي الكردية؟ على أرض الواقع أستطيع أقول نعم، فوحدات حماية الشعب موزعة بشكل منطقي وبشكل عقلاني وبشكل استراتيجي تمهد لها السيطرة وتؤمن من خلال لكي تؤمن الحماية لكل منطقة كردية تحت سيطرتها. وأعتقد بأن الريف الحلبي الشمالي جميعه تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، بالإضافة إلى بعض المناطق القليلة التي طبعا نسبة للاستراتيجية ونسبة لقلة السكان منها كالمدن والقرى التي ذكرناها، طبعا بسبب وجود العرب في هذه المناطق، لذلك لا يمكن للأكراد ولا يمكن لوحدات حماية الشعب أن تتواجد فيها بكثافة. يتم إلى تشكيل صيغة لإنشاء مجلس عسكري يضم كافة أطياف الشعب سواء الكردي أو العربي أو أي طيف آخر. السيد حسن باران الناشط السياسي الكردي كنت معنا عبر الهاتف من عفرين، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. يواجه طلاب المعاهد في مدينة حلب صعوبات للوصول إلى الامتحانات، حواجز المسلحين حالت دون وصول الكثيرين والبعض فقد حياته في سبيل ذلك. التفاصيل في هذا التقرير لدلول حديدان. بين الجهة الشرقية والجهة الغربية لمدينة حلب مؤسسات تربوية قد يسهل طلب العلم في الصين عن الوصول إليها. محظوظون أولئك الذين أتيح لهم ولوج هذه المؤسسات غيرهم، وبالرغم من توفير وزارة التعليم العالي فرصة ثانية لتدارك السنة الدراسية ما أمكن لهم بلوغ المكان لتحقيق المراد. يوجد صعوبات بحضور الامتحان بالنسبة للمناطق الساخنة والريف البعيد والقريب. أكثر من 95% من طلاب كلية العلوم الإنسانية أدوا امتحاناتهم للدورة الثانية، هي دورة تكميلية تطبق لأول مرة تمنح الطالب فرصة لتقديم 3 مواد، مرسوم جديد فرضه الوضع الأمني للبلاد الذي قسم المدينة وحال دون وصول الكثيرين. في الدورة التكميلية، طبعا هي الدورة الثانية اللي نحن فيها هلا، كان في صعوبة وصول بعض الطلاب في بعض المواد إلى المراكز بسبب أنه الريف والمنطقة الشرقية بعد المسافة إلى المنطقة الغربية وانعدام المواصلات في هذه المنطقة. الامتحان التحدي وصل إليه المئات حتى لا تضيع فرصة العلم عن جيل الأزمة. احنا جيتنا لهالفحص تحدي للكل، ونفس الشيء لنبني سوريا المستقبل قولا واحدا. ما في أي صعوبات، الحمد لله رب العالمين، وكل التسهيلات قدمت لنا. من تحدى بالبقاء فاته درجة من تحدى بالتضحية، طالبتان لقيتا حتفهما قبل فترة حينما أصرتا على عبور حاجز للمسلحين في معبر بستان القصر للالتحاق بالدراسة. في منطق المسلحين يجب أن يلازم كل طالب منطقته ويدرس ما يملى عليه وحسب. ما عم بيسمحوا لأي طالب يقدم امتحان عند النظام، كتير طلاب كتير، وامبارح تصاوبوا 2 طالبين، أنا اللي شفته طالبين. نتائج هذه الاختبارات لن يتأخر ظهورها مهما طال، فيما تظل سوريا تحت اختبار يدخل عامه الثالث من دون أن تحدد ساعة انتهائه. اقترب عيد الفطر ولا يزال اللاجئون السوريون في لبنان مثقلين بالهموم والأحزان، فلا عيد بلا وطن. تقرير زهراء الديراني. يفحص التراب برجليه، لا يملك هذا الرضيع السوري سوى دموع يعبر فيها عن سخطه من واقع مرير. أجواء الاستعداد لعيد الفطر لم تلامس بعد أطراف مخيم التربة الخاص القريب من قرية كفر زبد شرق لبنان، فلا عيد لهؤلاء
خارج حدود الوطن. يعني عيد ايش؟ يعني بعيد عن الوطن وبعيد عن الاحباب والاصدقاء، وين عيد ايش؟ ما في عيد، ما عندنا عيد. شو بدنا العيد؟ شوفت عينك يعني ما في. أسياد العيد لم يشتروا بعد ثوبا جديدا لاستقباله، يجرون أحلامهم في مخيمات سلبتهم الطفولة، هم الهاربون من الموت في بلدهم يذوقونه ألف مرة يوميا. محتاجاتنا مي ما في عندنا، عم تجينا مي من الجيران يعني من اللبنانية يعني، ومي ما في كتير، في وسخ عندنا الوسخ، هي عمرت تخشيبة هلا، تخشيبة هي كلفتني شي 200,000 300,000 كلفتني كلياتها ما معي. أخبار الوطن والمعارك الدائرة تفسد الفرحة ومعاناة اللجوء تزيدها مرارة. الذبح وجلت الأكل ومن كل شيء صاير في سوريا، يمكن ما ظل حدا غير شافه على جميع القنوات، أكثر من هيك ما نقدر نشرح لكم. وإحنا بالنسبة للمخيم هذا مخيم الترف الخاص، ما حد معترف بنا. العيد اقترب لكن حل الأزمة يبدو بعيدة، جل ما يتمناه اللاجئون أن تعود المياه السورية إلى مجاريها كي لا يبقون في مخيمات الموت لأعياد مقبلة. ومعنا حول الأزمة في سوريا السيد ملهم الدروبي، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري المعارض، معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا وسهلا بك سيد ملهم. يعني قبل الحديث أو قبل أن أعرف رأيك وتعليقك على كلام الرئيس السوري بشار الأسد، هناك لقاء حدث بين وزيري خارجية إيران وتركيا صالحي وأوغلو، حصل هذا اللقاء في طهران. بداية، هل تلمسون أي تغير في الموقف التركي تجاه المعارضة وتحديدا تجاه الائتلاف؟ لا يوجد أي تغيير تجاه المعارضة وتجاه الائتلاف من قبل الحكومة التركية. لا زال وسيبقى في اعتقادي الموقف التركي مؤيد للثورة السورية. الذي نأمله أن يحدث تغيير في الموقف الإيراني تجاه الثورة السورية، لأن يكونوا على أقل الاحتمالات محايدين ولا يتدخلوا في الشأن السوري ولا يشاركوا بشار الأسد في قتل الشعب. سيد ملهم، سأنتقل للحديث معك عن كلام الرئيس السوري بشار الأسد لناحية أن المعارضة اليوم باتت مرتهنة، كيف تعلقون بداية على الكلام بشكل عام؟ أولا أنا لا أعترف به كرئيس الشعب السوري وكرئيس سوريا. ثانيا، الذي رهن سوريا ورهن الشعب السوري ورهن مستقبل أبناء الشعب السوري للخارج هو بشار الأسد نفسه، هو الذي أدخل الإيرانيين، هو الذي أدخل حزب الله، وهو الذي أدخل روسيا في معركة كان يمكن لها أن تكون سلمية وأن تكون حضارية وأن تكون ديمقراطية بإجراء انتخابات منذ 3 سنوات. طب ولكن سيد ملهم، باتت اللعبة الإقليمية على سوريا باتت معروفة، يعني باعتراف الجميع، كل الأطراف باتت متدخلة، وبات معروف أن السعودية تدخل، وبات معروف أن قطر تدعم المعارضة المسلحة، هذا لم يعد يخفى على أحد. هل أيضا الرئيس السوري هو من أدخل هذه الأطراف؟ هو من تسبب في دخولها. كيف؟ الأشقاء العرب كيف؟ عندما كانت المظاهرات سلمية وكان يرفض أن يستمع إلى صوت الشعب، وكان يرفض أن يستمع إلى صوت العقل. المؤتمر الأول في اسطنبول قبل 26 شهر أنا قرأت البيان ودعوت بشار الأسد أن يستمع إلى صوت العقل، وسوف نعتبره في ذلك الوقت لو أنه استمع سوف نعتبره بطل قومي، لكنه للأسف الشديد لم يستمع واستمر في القتل واستمر في الاعتقال واستمر في دمار البلاد. طب ولكن هل هذا يعني أنه هذا التدخل شرعي؟ هل هذا يعني أن تدخل الأطراف بات شرعي إذا كما تقولون يعني لم يستمع لكم الرئيس؟ الدول الصديقة للشعب السوري تدافع عن المواطن السوري، تدافع عن الإنسان السوري الذي تنتهك حرماته وتنتهك دماؤه وتنتهك أعراضه كل يوم. لو أراد بشار الأسد أن يوقف هذا القتل لاستطاع، ولكنا مع وقف القتل، نحن مرارا وتكرارا أعلننا أننا مع حقن الدم السوري، لكن الرجل لا يستمع. الرجل يريد أن يكون رئيسا للبلاد ولو على جماجم 23 مليون ابن آدم. خطابه أمس في ليلة القدر هذا يعني لا يمكن أن يكون أكثر من نفاق ممجوج، يعني لا يمكن. أنا ما استطعت أن أستمع أكثر من نص دقيقة، سكرت التلفزيون بالمناسبة. على كل حال سيد ملهم، يعني الرئيس الأسد سيذهب إلى جنيف وسيذهب للحوار، أنتم ماذا عنكم؟ نحن قلنا سنذهب ضمن 5 محددات. المحدد الأول نكرره لأنه ذكرته قبل ذلك على قناتكم. المحدد الأول أن يحقن الدم السوري، بمعنى أن يتوقف القتل مباشرة، تعود المعدات العسكرية إلى السكنات، يتوقف القتل من الأطراف جميعها. 2،
المحدد الثاني أن يكون هناك خطة باء. رقم ثلاثة أن ما هي هذه الخطة باء لو سمحت؟ خطة باء لو بشار الأسد لم يتوقف في القتل ولم يقبل في المفاوضات واستمر في المراوغة واستمر في المماطلة يجب أن يكون خطة باء لدى الدول الراعية لمؤتمر جنيف، موسكو، واشنطن، طهران، الرياض، أنقرة، الدوحة. هؤلاء هذه الدول هذه العواصم الراعية والداعية لمؤتمر جنيف يجب أن يكون لها خطة باء إذا استمر بشار الأسد بالقتل وإذا استمر في المماطلة. المحدد الرابع يجب أن يكون هناك سقف زمني، لأنه نحن لا يمكن أن نستمر في مفاوضات ماراثونية والقتل مستمر والانتهاك للأعراض والانتهاك للحقوق مستمر. خامسا وأخيرا، هذه الدول الراعية والداعية لمؤتمر جنيف عليها أن تتعهد بالنقاط الأربعة سابقة الذكر. إذا لم يحقن الدم السوري ولم يكن هناك تحقيق لمطالب الشعب السوري الثائر نحن غير معنيين. ما هي فائدة جنيف 2 إذا كان لن تحقن الدماء ولن تتحقق المطالب؟ حتى ولو تبينت الصورة أنكم أنتم من تعرقلون هذا الحوار، السيد ملهم الدروبي عضو الأمانة. لا نعرقل الحوار، نحن مع الحوار لكن مع تحقيق مطالب الشعب السوري. أبدا نحن لا نعرقل منذ بداية الثورة ونحن ندعو. الذي يعرقل الحوار ويعرقل الحلول هو بشار الأسد. السيد ملهم الدروبي عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. استنفار أمني عسكري شامل في العراق لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة. هذا الاستنفار ربطته مصادر دبلوماسية عراقية أيضا بمخاطر وصفتها بالجدية تنتظر المنطقة بما فيها عواصم دول الخليج للمرة الأولى. ونقلت وسائل أعلام عراقية عن المصادر إشارتها إلى وجود مخطط واسع تهيئ له الجماعات الإرهابية لاسيما منظمة القاعدة، ولفتت إلى قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق سفاراتها بعدد من الدول. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن إبلاغ واشنطن العواصم العربية المعنية بتفاصيل المعلومات التي تملكها منذ أكثر من أسبوع. وحول الجانب العراقي، كشف بيان للبيت الأبيض أن نائب الرئيس جو بايدن اتصل برئيس الوزراء نور المالكي وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. إجراءات أمنية مكثفة، تدقيق في هويات المتنقلين إلى جانب كتل إسمنتية لتحصين المنطقة الخضراء والمراكز المهمة في العاصمة العراقية. أجواء بغدادية جديدة اختلطت بين عملية أمنية استباقية روتينية قبل عيد الفطر المبارك وبين معلومات لم يفصح عنها عن نية لتنظيم القاعدة ودولة العراق الإسلامية تنفيذ هجمات لن تكون الخضراء بمنأى عنها على شاكلة هجمات بالسيارات المفخخة تتبعها عمليات اقتحام. بالتأكيد هناك معلومات وصلت إلى الجهات المعنية تفيد بخطورة الموقف، خصوصا يعني أن أحداث سجن أبو غريب وسجن التاجي في الأذهان، كل هذا القتل يجري بتخطيط مسبق وإعداد مسبق من جهات قد تكون نافذة في العملية السياسية. قوات الأمن العراقية دخلت عقب حادثة اقتحام سجني أبو غريب والتاجي إنذار جيم، وهو أقصى حالات الإنذار. إنذار أتى أكله بعد اعتقال 183 مشتبها ومتهما بالإرهاب خلال 24 ساعة الأولى للإجراءات. تلك المعلومة التي تواجه بها وتحارب بها القاعدة والإرهاب والعناصر المسلحة والميليشيات ما زالت لحد هذه الساعة ضعيفة، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك تهديدات وعمليات مسلحة. الشارع العراقي الباحث عن الأمن والاستقرار ضاق ذرعا من كثرة الإجراءات وكذلك من الواقع الدموي الذي سبقه. هذا العراق مالك المفتوح كله بس تنظيم القاعدة يشتغل، وهاي الميليشيات هسه قاعدة تصول وجوه. أمريكا سلمت العصمة بيد القاعدة وجيش النصرة، هالوقت هذا وقت يعني عصيب بالنسبة لنا. وتشارك في الإجراءات التي تعيشها العاصمة قيادات عمليات بغداد مع قيادات الرافدين جنوب العراق، تساندها طائرات القوة الجوية العراقية وقطعات القوات البرية. إشكالية الأمن في العراق لا زالت تبحث عن حل لا يتوفر دون غطاء سياسي، غطاء ستكون أولى علامات التوافق فيه
تحديد هوية العدو المشترك. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نور المالكي عن استعداد حكومة كردستان العراق بدعم القوات العسكرية الاتحادية في المجال الاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية. ونقل عن مسؤول عسكري في قوات حرس الإقليم بشمركة ارتياح الكرد للمباحثات التي أجريت مؤخرا في وزارة الدفاع ببغداد، وأضاف أن المباحثات تناولت دعم البشمركة للقوات الحكومية والاتفاقيات المتعلقة بانتشار القطاعات العسكرية في المناطق المختلف عليها خصوصا أن بغداد ترفض حسب قوله أي تحرك للقوات الكردية في تلك المناطق من دون تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية. ومن بغداد ينضم إلينا مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية السيد معتز محيي عبد الحميد. سيد معتز، إذن هي إشكاليات الأمن مجددا في العراق، هذا الاستنفار اليوم هل جاء بعد المعلومات الأمريكية التي أعطيت للعراق؟ مساء الخير لك يا أختي الكريمة. الحقيقة بالضبط كما قال فحوى التقرير، هنالك أكثر من استنفار موجود على ساحة العراقية في بغداد والمحافظات لورود معلومات مؤكدة للقيادة السياسية والقيادة الأمنية. هنالك قوة هجومية تستعد لها القاعدة لتنفيذها في المنطقة الخضراء والمناطق الحساسة في بغداد والمحافظات، كما سبقتها في الأسبوع الماضي هجمات مركزة على بغداد ومحافظات معروفة بهدوها كالناصرية والسماوة وغيرها من المحافظات التي تبدو أنها هادئة. كل هذه المعلومات وصلت القيادة الأمنية وبدأ التحشيد الكامل لها وقطع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء بكتل كونكريتية ضخمة جدا، ولكن أزيلت يوم أمس هذه الكتل الكونكريتية وأصبحت الحركة هادئة في هذه المنطقة. الوكيل الأمني اليوم صرح قال احنا مستعدين لأي هجمة وبالتعاون مع دول الجوار والتعاون كذلك لخلق حالة أمنية جديدة للعراق بعد إخبار الأنتربول بأسماء الذين هربوا من سجن أبو غريب والذين لجوا إلى دول الجوار. طيب ما الجديد في هذا الاستنفار؟ ماذا أو أي خطوات يحمل؟ الحقيقة الاستنفار بلغ الذروة في انذار جيم لكافة القطاعات العسكرية. هنالك يجب تأكيد على مبدأ تجديد الخطة العسكرية وليس وجود العسكر في الشارع. في السابق هنالك سيطرات موجودة وحشود من العسكر ولكن بدون نجاح أمني يشعر به المواطن يوميا من خلال القاعدة وتنفيذاتها لعمليات محكمة ضد القوات الأمنية والسيطرات وعمليات الاغتيال ومداهمة المقرات الرسمية ومقرات العسكر إذا كانت تابعة للجيش أو تابعة للداخلية في مناطق محددة في بغداد، وكذلك الهروب الذي أصبح ظاهرة من ظواهر الأمن العراقي، هروب مستمر منذ سجون أبو غريب وسجون التاجي وقبلها في سجون تكريت، وكل هذا يدلل أن العملية الأمنية تحتاج إلى ضبط وإدارة عسكرية مهنية وليس إدارة كلاسيكية كما موجود ومطبق في المحافظات عن طريق غرف العملية. تحتاج كل حي من أحياء بغداد وكل حي من أحياء المناطق إلى غرف عمليات مهمة وإدارة هذه العملية من قوة عسكرية محترفة تابعة للجيش والشرطة. طيب سيد معتز، اليوم الاستعداد الذي أعلنت عنه حكومة كردستان وبالتالي تقديم الدعم، هل هذا سيصل بنا ربما للحديث عن اتفاق سياسي أكثر منه مجرد مساعدة أمنية؟ هذا المقترح الحقيقة كان موجه لحكومة الإقليم بمساعدة الحكومة المركزية في ضعف أدائها وديمومة الأمل للمواطنين. يعني حكومة الإقليم ساعدت ومرت معلومات مهمة جدا، معلومات أمنية واستخبارية بوجود عناصر تحاول أن تسلل إلى داخل المدن العراقية. هذا الاضطراد وهذا الخطوة التي جاءت من الإقليم تؤكد على أهمية مشاركة عناصر بشمركة الذين لهم باع طويل جدا في القتال وممارسة الأمن. يعني يشهد الإقليم إقليم كردستان بمحافظات الثلاثة يشهد أمن واطمئنان منذ 4-5 سنوات بدون حادث يذكر أو خرق أمني. كل هذا يؤكد على متانة الإقليم أمنياً
والحس الأمني الموجود للمواطن ومساعدته لقوات البيشمركة وقوات الاستخبارات التي تحافظ على حيوية الإنسان في منطقة الإقليم. نعم. طيب سيد معتز، يعني هل نحن أمام بوادر خير ربما فيما يتعلق بالوضع الأمني في العراق؟ يعني سيما أنه كان هناك خطط أمنية كثيرة ولم تنجح حتى الساعة. يعني نأمل حقيقة أن تغير الخطط الكلاسيكية الروتينية، يعني يجب أن يشعر الأمن، يشعر المواطن بالأمن والاطمئنان على حياته اليومية في ذهابه ومجيئه على الأقل إلى مسكنه وإلى دائرته. هنا احنا مقبلين على أيام العيد الفطر المبارك، يجب أن يتزامن مع خطة الغير كلاسيكية وغير تفاجئ بها العدو. يجب هنالك تكون ضربات ماحقة للقواعد التي تركزت في الأحياء الشعبية والمدن القريبة من بغداد والضواحي. كذلك يجب أن يشعر على الأقل المواطن بأن هذا الحشود الأمنية من وراها غاية وهدف، وليس مجرد فقط فوبيا لتخويف المواطنين، لأن المواطن أصبح لا يشعر بالاطمئنان ولا يشعر بالأمان وجود هؤلاء العسكر المكثف في السيطرات وفي الشوارع. نعم. السيد معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. وزارة النفط العراقية دعت مجموعة من الشركات العالمية إلى تقديم عروض لتشييد جزء من خط أنابيب جديد لتصدير النفط يربط بين حقول كركوك الشمالية ومرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط. وبالفعل قدمت 9 شركات عروضها، بين 15 تلقت دعوة وزارة النفط العراقية، ويتوقع الإعلان عن العرض الفائز في أيلول سبتمبر المقبل. ويشكل الجزء الممتد داخل أراضي العراق من الخط دعما لخط الأنابيب القائم الذي تعرض لتفجير تفجيرات متكررة ومشاكل فنية. 1500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية تدخل حيز الاستهلاك في العراق نهاية آذار مارس من العام المقبل. ووفق وزارة الكهرباء العراقية فقد أنجز 85% من مشروع محطة الرميلة الغازية بمحافظة البصرة، ويتوقع دخول وحدتين تشغيليتين في الخدمة نهاية تشرين الثاني المقبل. وزارة الكهرباء طلبت من شركة نفط الجنوب تجهيز المحطة بالكميات المطلوبة من الوقود، ودعتها إلى الإسراع في مد أنبوب الغاز وتخصيص الكميات المطلوبة لتشغيل وحدات الإنتاج في المحطة. وخلال شهر تموز الماضي استهلكت محطات توليد الطاقة الكهربائية أكثر من 60 مليون لتر يوميا من جميع أنواع الوقود، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد. وأكدت الوزارة التزامها بتجهيز المولدات الأهلية بحصصها من الوقود، حيث بلغت الكميات المجهزة من مادة زيت الغاز لشهر تموز يوليو الماضي للمولدات الأهلية والحكومية والقطاعات الأخرى 8 ملايين لتر يوميا مقابل تغذية بالتيار مدة ساعة يوميا. البصرة كانت تؤمن جزءا أساسيا من احتياجات العراق من التمر، اليوم انخفض إنتاجها بسبب تدمير أكثر من نصف أشجار النخيل فيها. التمر المورد الاقتصادي الثاني لبلاد الرافدين في سبعينيات القرن الماضي يكاد نخيله أن ينقرض، ومع انقراضه تنقطع أرزاق آلاف العائلات. في محافظة البصرة جنوبي العراق تعرضت الأشجار للتدمير، الإنتاج انخفض حتى أنه يكاد لا يكفي أبناء المنطقة. فصار إنتاج التمور بالبصرة قليل، يعني يمكن ما إنتاج كمياتها صار يعني تقريبا ربع أقل من ربع الإنتاج اللي كنا احنا قديم. نعم. وبسبب الأهمية الكبيرة للتمر خلال الشهر الفضيل تعرض أسواق البصرة أصنافا محلية، لكن جزءا أساسيا من المعروض يأتي من الدول المحيطة كالسعودية وإيران والإمارات. كنا بالأول احنا ما نستورد أي تمر، فحاليا احنا قاعد نستورد تمر من السعودية ومن الإمارات، يجينا من إيران. وكان العراق يمتلك أكثر من 30 مليون نخلة بلح تنتج أكثر من مليون طن سنويا وتؤمن الاستهلاك الداخلي، ويتم تصدير جزء أساسي، حيث تعد أنواع البلح العراقي من الأفخر عالميا. فإحنا هذا الشهر نحسب الحساب، يعني لأن كثرة الزبائن اللي تسوق من هذا الشهر عدد أزيد من اللي أشهر قبل. يعني درج مزارعو التمر العراقيون على اعتبار شهر رمضان موسما لبيع محاصيلهم،
وتحقيق مورد مالي يغطي نفقاتهم على مدى العام، لكن تراجع الإنتاج الزراعي عامة وإنتاج التمر بشكل خاص بدد آمال الكثير منهم بالاعتماد على زراعاتهم لتأمين كفاف يومهم بعد تدمير أكثر من نصف ثروة البلاد من نخيل البلح. إلى أخبار سوريا، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سوريا قدري جميل أن الحصار الاقتصادي على سوريا يتحمل نسبة 30% من ارتفاع الأسعار، واعتبر جميل أن الليرة السورية كانت الحلقة الأضعف طوال الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سوريا، داعيا المصرف المركزي للتدخل أكثر في سوق الصرف. وقال جميل أن جهات داخلية ترفض فتح خطوط ائتمان مع روسيا وإيران وتقاومها لأن لها امتيازات مع الغرب، معتبرا أن هذه الجهات قوية لأنها تخوض معركة سياسية واجتماعية واقتصادية. مصرف سوريا المركزي أكد بيع شريحة من القطع الأجنبي تغطي طلب السوق حتى عيد الفطر بسعر يصل إلى 173 ليرة للدولار، ودعا المركزي مؤسسات الصرافة إلى التقدم بطلبات لشراء القطع الأجنبي إذا حدث أي خلل ناجم عن ارتفاع الطلب، مؤكدا المتابعة الدائمة لسوق القطع والجهوزية لتمويل عمليات استيراد المواد الأساسية. ختام الموجز وعودة إليك يا علا. شكرا لك يا لسار. رمضان الأمل من الخرطوم، تمنيات بأن يعم الأمن والأمان والاستقرار العالمين العربي والإسلامي وتعود الأمور إلى سابق عهدها بعيدا عن أي اضطرابات. أكبر أمنية بنتمناها خصوصا في الأيامات دي، والكثير من الشعوب العربية بتعيش حالة من فقدان الأمن والنزاعات والاضطرابات، الناس كلها عارفينها، فغاية أمنياتنا أنه تعود الأمن والسلام والناس تصافي نفوسها وترجع لمقاعد الحوار والنقاش وينسوا الشيء الحاصل ده وترجع البلدان العربية آمنة مطمئنة وفي سلام ورخاء يعني. وجد يعني نعمة الأمن دي نعمة ما بعدها نعمة، ودي غاية الأمنيات إنه الناس العالم العربي كله يعيش في أمن وسلام وبركة يعني. والآن إلى الماضي الحاضر.